المصريين بنجاح فنين يمنيين يمنيين فاي معني كل الثوار وكل الأحرار الذين قدموا دماهم في ميدان التحرير وغيروا من الوضع الأسوأ إلى الوضع الجديد. ونقول لهم هنيئاً لثوار مصر بفوز الدكتور محمد ورسي مرشح حزب التحرير والعدالة، ونهني المصريين وإن شاء الله كل الثورات العربية ترجع إلى المستقبل الأفضل بإذن الله بفوز مرشح حزب العدالة والحرية الدكتور محمد مرسي، ونهني الشعب المصري بفوز مرشحهم مرشح الأخوان، ونقول هنيئا لكم أيها الثوار في ميادين التغيير في ميادين الساحات الذين قدمتم كل ما تملكوا من قالي ونفيس، فهنيئا الثوار مصر.